أتي هذا النشاط في إطار تخليد الذكرى 60 لتأسيس البرلمان المغربي، وارتأينا تنظيم هذا النشاط للتركيز على التطورات التي عرفها البرلمان المغربي إن على مستوى البنية أو الوظائف، وكذلك تتخلل هذه الندوة حفل تكريمي لشخصية الراحل الأستاذ عبد الواحد الراضي، شخصية الوطنية ورجل الدولة الذي له مكانة متميزة باعتباره قدوم البرلمانيين، قد عاصر هذه 60 سنة منذ 1963 إلى غاية 2023، وما له كذلك من أثر على العمل البرلماني والمبادرات ومن جهود باعتباره كان برلمانيا ورئيسا لمجلس النواب وكذلك رئيسا للبرلمان الدولي، وله مسؤوليات أخرى وزارية وحكومية. هذه الشخصية الوطنية يجب أن تحظى بالاهتمام الكبير من أجل باعتبارها شخصية كبيرة جدا، وباعتبار العمل والجهود الكبيرة التي قدمت هذه الشخصية من أجل تطوير العمل البرلماني والعمل السياسي عموما ببلادنا. هذه الندوة مهمة من جانبين، من جانب اختيار الموضوع اللي هو 60 سنة من عمل واحد المؤسسة دستورية اللي مهمة واللي راكمت واحد تجربة يعني دستورية وانتخابية وسياسية تحتاج إلى كثير من النقاش ومن التقييم ومن تبادل الآراء حولها، الشيء اللي هو موضوع هاد الندوة والشيء اللي يفترض أن المداخلات ديال السادة الأساتذة ستركز عليه، وإن كان هذا العمر من اللي مر من المدة من حياة هذه المؤسسة تحتاج إلى نقاشات أعمق وتحتاج إلى يعني كتابات وإلى مؤلفات وإلى اجتهادات لتقديم تحليلات ونقاشات كتسمح باستخلاص الدروس بالوقوف على المحطات اللي قطعتها واستخلاص الاستنتاجات والتبين آفاق التقدم من الأشياء اللي كتحتاجها هذه المؤسسة لكي تعزز عملها ولكي تطوره. هذا اليوم أيضا كيكتسب الأهمية ديالو من كونه مخصص لتكريم شخصية ارتبطت بهذه المؤسسة البرلمانية، الأمر كيتعلق بأقدم يعني برلماني في المغرب اللي ارتبط اسمه وارتبط انتخابه بداية التجربة البرلمانية في 1963 اللي هو السي عبد الواحد الراضي، اللي هو شخصية مهمة، شخصية سياسية مهمة اللي طبعت الحياة البرلمانية وطبعت الحياة الانتخابية وطبعت الحياة السياسية ليس فقط من خلال انتخابه في هذه المؤسسة والمدة اللي قطعها، ولكن أيضا بحكم المسارات الأخرى، المناصب اللي تقلدها، ترأس المؤسسة البرلمانية لفترتين، احتل مناصب حكومية في أكثر من حكومة، وكان عنده واحد الأهمية واحد يعني الخصوصية من كونه كان عنده ذيك القدرة ديال التوليف بين المعارضة وبين العلاقة مع الدولة. بعد الحال هذا اليوم ينظم المعهد الوطني المغربي للدراسات السياسية والبرلمانية بشراكة مع مجلة دفاتر برلمانية لقاء حول 60 سنة من التجربة البرلمانية. طبعا الحال هو اللقاء من خلاله يتوخى المنظمون انهم يقاربوا بطبعة الحال التجربة المغربية البرلمانية اللي هذه التجربة الثرية من حيث انتاجها، من حيث مساهمتها في الديمقراطية بلدنا، وكذلك اسهامها في تجديد النخبة السياسية والنخبة البرلمانية.
طبيعة الحال غتكون فرصة أنه يتم مقاربة مجموعة من المواضيع ذات الصلة، مثلا ما يرتبط بالعلاقة، ما هي أهم يعني السمات الأساسية التي طبعت علاقة السلطة التشريعية بالسلطة التنفيذية طوال هذه التجربة ديال 60 سنة. كذلك ما يتعلق بالتطورات اللي عرفتها الممارسة البرلمانية على مستوى التشريع، على مستوى الرقابة. وبطبيعة الحال أيضا هناك التفاتة إنسانية مهمة، هو أنه على خلال هذه الندوة كذلك سيتم تكريم هرم برلماني مغربي مهم، هو السي عبد الواحد الراضي رحمه الله. هذه الشخصية البرلمانية التي طبعت الممارسة البرلمانية بلاد الناس على المستوى الداخلي من خلال مواكبته لأهم اللحظات ديال انتقال البرلماني، طبعا علاقة بالتعديلات الدستورية منذ 62 مرونا ب 70 72 92 96 الى 2011. لا ننسى كذلك ان هذه الشخصيه ايضا مغربيه تمكنت من انها تشرف على قياده منظمات برلمانيه دوليه. السي عبد الواحد الراضي من البرلمانيين المغاربه الوحيدين الذين تراسوا الاتحاد البرلماني الدولي. طبيعه الحال طبيعي ان تجربه هذا الرجل ايضا تكون اليوم محط احتفاء من قبل المشاركين في هذه الندوه.